ملعب اتحاد اسكندري، اتحاد اسكندري بقى 16 نقطه وما زال منتظر نتيجه الاتصالات، والزمالك بقى 11 خسر بياخد نقطه، والزمالك بقى 11 منتظر نتيجه الاهلي والاتصالات. طيب ده الصراع اللي على القمه. نعم. يعني هل هناك صراع اخر تاني على مراكز اخرى يا كابتن؟ طبعا عندك من المركز الخامس للمركز الاخير الثامن هو الفرق نقطه. يعني الفرق نقطه، المباراه تفرق، مباراه واحده المباراه تفرق لان المباراه باثنين. لكن اللي بيعتبر في المنطقه الدافئه شويه الجزيره. تمام. طب كابتن كريم ليك تعليق على الجدول الترتيب؟ لا، زي ما قال كابتن سراوة، هو الجدول ده كل اسبوع بيتغير. تمام. نعم. فطبعا هو دلوقتي الاتحاد والاتصالات والاهلي والجزيره، انا متهيألي مش هيبعدوا قوي عن الترتيب ده. المراكز اللي تحت هي اللي ممكن هيحصل فيها تغيير شويه. فان شاء الله نكسب النهارده بحيث ان احنا ان شاء الله نبقى في يعني على قمه الجدول ده. طب خلينا ناقش مع حضراتكم بعض قريبه جدا. خلينا ناقش مع حضراتكم بعض الارقام اللي يعني ملفته للنظر في الترتيب او جدول الترتيب. يمكن اقوى هجوم على الاطلاق في كل الفرق هو نادي الاتحاد السكندري، سجل في 8 مباريات، طبعا مباريات النهارده مش محسوبه، سجل في 8 مباريات 672 نقطه. يا كابتن كريم، يا كابتن سلاوي، كتير قوي، كتير يعني واضح ان نادي الاتحاد وزي ما اتفقنا انه عنده هدافين كتير. بس دخل فيه كتير برضه. دخل في 619، دخل في كتير فعلا. صحيح. هو كابتن، دي سمه نادي الاتحاد ان هم الاوفنس بتاعهم دايما عايزين يلعبوا اوفنس حلو، بيركزوا في الاوفنس اكتر من الديفنس. مدرسه نادي الاتحاد بالظبط كده. تمام. على مر يجي فيا بس اجيب اكتر. بالظبط كده، مظبوط. فعشان كده السمه دي موجوده دايما مع نادي الاتحاد. بس انا عندي برضو مرعي مغير الديفنس في الدور الثاني، واعتقد ان حتى مباراه النهارده الزمالك الجزيره ما دخلش فيهم كتير. بس خليني برضو الاحظ حاجه يا كابتن، برضو من بعض الارقام الملاحظه في جدول الترتيب، النادي الاهلي دخل فيه 588 نقطه، طبعا قبل مباراه اليوم، احنا بنتكلم ما قبل مباراه اليوم او جوله النهارده. برضو كتير. اقل فرقه من الثلاثه داخل فيها سكو. يبقى معنى كده، خلي بالك كابتن، احنا بنتكلم في 8 ماتشات، يعني شكل الفرقه وادائها خلاص اترسم، يعني الارقام مش هتكذب. فالنادي الاهلي النهارده حاطط 500 داخل فيه 588 نقطه، واللي وراه الاتصالات داخل فيها 599 نقطه. معنى كده ان الاهلي صاحب اقوى دفاع بفارق حوالي 40 نقطه او 30 نقطه عن الاتحاد. فده معناه ان الاهلي ما زال بيحتفظ بدفاعه قوي، ولكن تظل مشكله الهجوم هي مشكله النادي الاهلي. صحيح الكلام ده؟ صح يا كابتن. مظبوط يا كابتن هيثم. احنا عندنا المشكله دي لان احنا عندنا ما عدا عمرو الجندي ومايكل تومسون، السكور بتاع اللعيبه طالع نازل. تمام. يعني انا بالمناسبه دي حابب احيي عمرو الجندي، لان هو بقى له دلوقتي تقريبا ده الماتش الرابع او الماتش اللي فات هو محافظ ان هو توب سكورر في الفرقه. ويعني النهارده بس يا ريت ان شاء الله تبقى الموضوع ده مش مأثر عليه بدنيا. فيما عدا هذا، اللعيبه كل ماتش ساعات بنلاقي لعيب النهارده مثلا جايب سكور عالي، الماتش اللي بعديه اقل شويه. فعشان كده في تذبذب شويه في السكور بتاع النادي الاهلي. بس زي ما حضرتك بتقول، احنا تقريبا احسن ديفنس في الثلاثه اللي فوق، انما على مستوى الدوري الجزيره احسن ديفنس. مظبوط. ولكن في توازن في الارقام بتاعتنا. تمام. فان شاء الله مشكله الاوفنس دي، هبقى مين رجع الماتش اللي فات جاب 18 بونت، دي برده حاجه كويسه جدا. فان شاء الله، ومايكل تومسون يعني لسه راجع من كورونا، فان شاء الله تبدا قصه الاوفنس دي تتظبط شويه في الماتش اللي جاي باذن الله. طب كابتن سلعوي، يعني عايز اخد راي حضرتك، يمكن احنا كنا اتكلمنا في البرنامج مش في الاستوديو اللي فات، برنامج الابطال، انه ان الماتشات الاهلي اللي بتخلص 3 بونت 2 بونت باسكت، كان من وجهه نظري يعني انه الماتشات دي بتدي خبره كبيره خاصه اللعيبه الصغيرين. لما يبقى انت كسب 30 بونت او 20 بونت مفيش خبره. انما لما بيبقى الماتش ماشي كلوز حتى مع فرق انت المفروض احسن منها، دي استفاده. طبعا دي استفاده، ودي الحاجات اللي بتعلم الناشئ ازاي يبقى يتحط تحت ضغط في ظروف صعبه، يقدر يحافظ على السكور اللي موجود. لما تكون مباراه سهله اعتقد بتبقى عمليه زي عمليه روتينيه، ما بيبقاش فيها اي مجهود، بيبقى ما فيهاش اي طموح، اللعيب بيبقاش ظاهر في احسن صوره. لكن اعتقد انا ان المباريات اللي بتنتهي بفارق بسيط، واعتقد ان المباريات معظمها انتهت بفارق بسيط، لان الفرق كلها متقاربه شويه. صحيح. في الدور الثمانيه. طب استاذنكم يا كباتن، خلينا نروح لارض الملعب، يعني زملاء الاعزاء فاروق صلاح وسلا حامد ينقلوا لنا كل الاجواء كالعاده. اتفضل يا فاروق.
طبعا كل التحيه للكابتن هيثم السعيد، برحب بيك يا كابتن هيثم وبرحب بضيفيك الكريمين الكابتن محمد السلعاوي والكابتن كريم ضيف، وطبعا كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا برحب بالزميله العزيزه سلا حامد، عوده جديده وملعب الابطال ومباراه الاهلي والمصريه للاتصالات، المباراه اللي بتقام هنا على صاله الامير عبد الله الفيصل بي النادي الاهلي بالجزيره. طبعا مباراه في غايه الاهميه سواء للنادي الاهلي او فريق المصريه للاتصالات، كلا الفريقين حقق الانتصار في الجوله الماضيه. الاهلي طبعا حقق فوز صعب على فريق سبورتنج بالاسكندريه بنتيجه 82-79، بينما فريق المصريه للاتصالات حقق انتصار غالي على فريق الاتحاد السكندري بنتيجه 80-75. مباراه في غايه الاهميه سلا للنادي الاهلي للاتصالات، كلا الفريقين حقق الانتصار في الجوله الماضيه. قربينا اكتر من استعداد النادي الاهلي لهذه المباراه. بالفعل يا فاروق زي ما انت قلت، بس طبعا خليني في البدايه ارحب بالكابتن هيثم وبكل ضيوفه الكبار والكباتن الكبار في الاستوديو، الكابتن محمد السلعاوي والكابتن كريم ضيف، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبالفعل يا فاروق زي ما انت قلت، يمكن طبعا فريق النادي الاهلي وفريق المصريه للاتصالات يعني بيستعدوا بشكل قوي لمباراه اليوم. يمكن النادي الاهلي يعني بعد مباراه سبورتنج، وكانت اول مباراه في الدور الثاني من المرحله الترتيبيه لبطوله دوري السوبر لكره السله، يمكن بعد مباراه سبورتنج يعني مستر اجاستي بوش قرر انه لاعبي النادي الاهلي يواصلوا التدريبات بشكل طبيعي. تاني يوم كان في تمرين كمان، يعني اليوم اللي بعديه كان في تمرين، يمكن امبارح كمان يعني قبل التمرين عمل زي محاضره فيديو او يعني فيديو ميتنج مع اللاعبين قبل التمرين. التمرين كان الساعه 4 والمحاضره كانت الساعه 3:30 قبل التمرين بنص ساعه، اللي يعني محاضره فيديو كان طبعا بيكلمهم عن بعض نقطة الضعف والقوه اللي كان اللي عند نادي مصر للاتصالات، وكمان يعني بعض الاخطاء اللي عملوها لاعبي النادي الاهلي في المباراه اللي فاتت اللي طبعا جمعت ما بينهم وما بين نادي مصر للاتصالات في الدور الاول من بطوله دوري سوبر. كمان النهارده يعني بعد ما تم تاجيل موعد المباراه يا فاروق من الساعه 6 للساعه 8، قرر مستر جاستي بوش المدير الفني انه يخلي اللعيبه يتمرنوا النهارده الصبح يعني لمده ساعه من الساعه 11 للساعه 12 شوتينج بس على الباسكت، يعني عشان طبعا يستعدوا بشكل قوي لمباراه اليوم. نفس يعني الاستعدادات دي يا فاروق نادي مصر للاتصالات برده يعني بيستعدوا بشكل قوي لمباراه اليوم، طبعا نظرا لاهميتها وطبعا عشان يحصلوا على المزيد من النقاط في بطوله الدوري. بالفعل يا سلام، مباراه يعني على الجانب الاخر فريق المصريه للاتصالات والكابتن محمد سليم المدير الفني لفريق المصريه للاتصالات، طبعا مدير فني طبعا رئيس الجهاز الكابتن اشرف حسن، اداء اكثر من رائع لفريق المصريه للاتصالات يعني في هذا السيزون، ويعني بالتحديد الفتره المؤخره طبعا حقق انتصار غالي على فريق الاتحاد زي ما قلنا في الجوله الماضيه، مستمع حقق الانتصار في المباراه الاولى، يعني حقق الانتصار ذهابا وايابا على فريق الاتحاد المباراه الاولى بنتيجه 95-76 والمباراه الثانيه بنتيجه 80-75. فريق منظم جدا وفريق فيه عناصر مهمه جدا. الكابتن محمد سليم يعني لوقت للراحه نظرا لضيق الوقت يا كابتن هيثم، مباريات اللي زي دي بتحسم على تفاصيل بسيطه، بيبقى التركيز على تفاصيل بسيطه، عنده عناصر مهمه جدا ابرزهم طبعا اللاعب ديريك سبنسر واحد من اللعيبه المهمه جدا، ومحمود يسري وعلي مرين طبعا فريق قوي جدا وفريق مميز جدا. كابتن محمد سليم قال لي ما يعني خلاص استأنفنا على طول التدريبات استعدادا لمواجهه النادي الاهلي، مباراه مهمه جدا سلا، غيابات اكيد في فريق النادي الاهلي في هذا اللقاء، اكيد النادي الاهلي مع عوده بعض اللاعبين لكن في غيابات النهارده في فريق النادي الاهلي. بالفعل يا فاروق طبعا خليني اقول لكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي على الغيابات اللي هتكون موجوده بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه اليوم امام المصريه للاتصالات. يمكن النهارده ان شاء الله يعني هيغيب بالنسبه للاصابات، هيغيب احمد مهيب ومروان سرحان، طبعا مروان سرحان بعد كسر في صوابع ايديه، واحمد مهيم بعد ما شعر ببعض الالام في الظهر، يمكن الالام دي شعر بها فاروق قبل ماتش سبورتنج يعني من كام يوم، شعر اثناء يعني عمليات الاحماء ببعض الام في ظهره، فقرر مستر اجاستي بوش ان هو يريحه ماتش سبورتنج، وكمان النهارده بعد يعني ما تاكدوا انه مش هيقدر يلعب مباراه اليوم. كمان النهارده اللعيبه اللي هتكون اوت اوف سكواد او بره القايمه النهارده ابراهيم الجمال، سيف صلاح، مؤمن خيري، وابراهيم علاء، وطبعا بودي حسام اللي يعني رحل عن الفريق على سبيل الاعاره لنادي الزهور. يعني الاربع لعيبه دول كمان هيكونوا اوت اوف سكور النهارده بسبب طبعا رؤيه فنيه لمستر اجاستي بوش ان هم يكونوا بره النهارده السكور، ولكن كل اللعيبه النهارده ان شاء الله هيكونوا متواجدين في قائمه الفريق. كمان النهارده القائمه بتشهد ظهور مره اخرى سيف يعني سمير بعد تعافيه من الاصابه، يمكن سيف سمير كان يعني مصاب بكدمه في الركبه وكان غايب يعني الايام الماضيه عن الفريق والتدريبات الجماعيه، فالنهارده ان شاء الله هيكون موجود، والنهارده كمان بشكل رسمي هتكون اول مباراه لاحمد اسماعيل بعد ما يعني خلص اوراق قيده، والنهارده ان شاء الله هيشارك بشكل رسمي مع الفريق في المباراه. كمان يا فاروق نادي مصريه للاتصالات في العديد من الغيابات، يمكن في كمان غيابات بالنسبه يعني لبعض اللعيبه بسبب الاصابه بفيروس كورونا.
بالفعل يا كابتن هيثم، غياب الواحد من عناصر فريق المصريه للاتصالات اللاعب يوسف سامي طبعا اللي اصابته بكوفيد 19، طبعا نتمنى له كل السلامه والسلامه لكل الرياضيين، ونتمنى طبعا السلامه لكل يعني الشعب المصري، ان شاء الله كوفيد 19 يعدي بامان وسلام على الشعب المصري. يعني طبقا لهذا الامر انا عايز اقول لك ان في اجراءات احترازيه بتطبق داخل صاله الامير عبد الله الفيصل، تشديد تام على الاجراءات الاحترازيه. النهارده من المقرر ايضا طاقم تحكيم هذه المباراه يكون الكابتن اسلام وحيد ومحمود جمال ومحمود ابراهيم، بينما على الطاوله كابتن عبد الرحمن جاد الرب احمد طارق رنا خالد ومحمد الامير. كابتن هيثم، دي كانت كل الكواليس، كل يعني الاخبار قبل انطلاق مباراه الاهلي وفريق المصريه للاتصالات من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل بالجزيره. احنا موجودين معاك يا كابتن هيثم، لو في اي استفسار او اي تساؤل. انتوا بصراحه يعني يا فاروق ما سبتوليش اي فرصه استفسر بالحقيقه، انتوا يعني غطيتوا كل شيء، بشكركم شكرا جزيلا. زملاء الاعزاء فاروق صلاح وسالا حامد، خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل تغطياتنا المستمره الاهلي ومصريه للاتصالات، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنفكركم ان شاء الله بعد دقائق يعني يمكن اقل من 10 دقائق ان شاء الله يعني هننقل لحضراتكم مباراه كره السله الاهلي والمصريه للاتصالات. المباراه هتكون في الجوله الثانيه من الدور الثاني في دوري السوبر المصري، لان خلاص انتم عارفين ان دوري السوبر 7 مباريات ذهاب و7 مباريات عوده. خلينا نستعرض مع ضيوفنا تشكيل او قائمه النادي الاهلي النهارده اللي خد بيها المباراه 12 لاعب. كابتن كريم استاذن حضرتك نستعرض مع الساده المشاهدين قائمه النادي الاهلي النهارده للمباراه. تمام. بيمثل النادي الاهلي النهارده عمرو علاء زهران، عمر عزب، ايهاب امين، عمرو الجندي، سيف سمير، مودي الجرحي، محمود وليد، احمد اسماعيل، مايكل تومسون، محمد ابو النصر، عبد الله ناصر، وعمر طارق. يمكن النهارده كابتن كريم برضو عوده بعض المصابين، يعني النهارده سيف سمير رجع، اشتراك زي ما زملاء الاعزاء قالوا من ارض الملعب كان احمد اسماعيل ورقه لسه مخلص، النهارده احمد اسماعيل بيشارك، يبقى عندنا عنصرين جداد بقالهم فتره او مش موجودين مع الفرقه المباريات اللي فاتت. ايهاب امين رجع فورمته، فكده كاننا كسبنا لاعب ثالث. مظبوط. النهارده برضو بيدي الثقه لمحمود وليد. يعني النهارده التشكيل رايك ايه يا كابتن سلاوي؟ لا هو تشكيل متزن شويه، لكن انا عايز اقول ان سيف سمير بقاله فتره كان بيتمرن، كان ماشي كويس جدا. احمد اسماعيل كان بيتمرن، ايهاب امين كان بيتمرن كويس برضو، بس هو الراجل ليه نظره معينه انه ما بيدي اول ما واحد بيخف ما بيديلوش على طول، بيديله لغايه ما يوصل اللي هو عايزه. طب كابتن سلاوي نستعرض برضو قائمه فريق مصير الاتصالات، اتفضل يا كابتن. مروان عاطف، محمد بسيوني، دروك سبنسر، وده يعتبر من افضل اللعيبه الاجانب الموجودين حاليا، عنده 40 سنه يا كابتن صح؟ في مصر. محمود يسري، عمرو ايهاب، رأفت عماد، علي عمر، محمد سيد، يوسف سامي، علي مرعي، احمد حمدي، وحمد فتحي. وفي لعيبه طبعا، في اكتر من لعيب كانوا بيلعبوا في النادي الاهلي من رأفت بيتهيألي بيلعب، رأفت كابتن عماد كابتن النادي الاهلي طبعا، لعيب كويس ممتاز. مروان عاطف، عماد مراد كابتن النادي الاهلي طبعا، وبسيوني، محمد بسيوني، محمد بسيوني ابن النادي الاهلي، مروان عاطف، مروان عاطف النمره اول اللي هو كابتن الفرقه برضه، مولد من اولياء النادي محمد بسيوني. يعني مجموعه كبيره من. طيب خلينا نروح للجهاز الفني يا كابتن كريم، الجهاز الفني للنادي الاهلي، اتفضل يا كابتن كريم. تمام. الجهاز الفني للنادي الاهلي طبعا كابتن جوستي بوش، كابتن احمد الجرحي، كابتن رامي الدياسطي، كابتن طارق الغنام، وليد الخراط، محمد، كابتن محمد مخطط الاحمال، لا محمد شيحي، محمد شيحي تمام، هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي، دكتور محمد جاد طبيب الفريق، كابتن نادر خزام اخصائي التغذيه، علاء لطفي محلل فني، محمد عيسى اخصائي المساج، وحمد الكاس مهمات. في اكرم، دكتور اكرم برضه علاج طبيعي، شخصيه هايله ومن احسن الناس، مجتهد جدا جدا، مجتهد جدا جدا، وبعدين تم تكليفه بمساعده الدرجه الاولى وهو اصلا مع الناشئين، لكن برضه هو بيستفيدوا من خبراته لان خبراته عاليه جدا. صحيح. وهو اصلا من اقدم الناس اللي اشتغلوا فبيستعينوا بيه في الدرجه الاولى. طب كابتن سلعاوي خلينا نروح للجهاز الفني اللي سلت المصير اتصالات، لان خلاص انا شايف لحظات والمباراه هتنطلق، اتفضل يا كابتن. اشرف حسن رئيس جهاز، محمد سليم او سلم مدير فني، طارق محمد مدرب عام، خالد حمدي مدرب مساعد، مصطفى صالح اداري او مدير اداري، محمد مجدي اداري، وليد ابو النور مخطط احمال، والدكتور اسلام كاسب وطبيب الفريق، وعلاء سيد من المهمات. طيب كابتن، يمكن
طريق الصعود لنهايات دوري السوبر لرجال السله يمكن كان طريق النادي الاهلي او تاهل كاول دوري المرتبط. اه طبعا اول ما اول مشوار الاهلي طبعا كان الاهلي الاول في الجوله الاولى قابل سبورتنج. لا الترتيب الترتيب هم ترتبوا اهلي اول والمصري اتصالات سابع. اه ودور ال 16 دلوقتي الاهلي برضو دور ال 16 الاهلي لعب مع القناه رايع ذهاب وإياب. طيب وقدرنا نكسب الماتش. المصري اتصالات لعبت هليوبلس فازت عليه 85-54 وهليوبلس واتغلبوا تاني ماتش وكسبوا تالت ماتش. ده ده طريق البيست اوف سيلو تاهل المصري اتصالات وده كان مفاجاه خسارتهم من هليوبلس. الحقيقه طيب خلينا نستعرض مشوار الاهلي يا كابتن كريم. تمام الجوله الاولى الاهلي كسب سبورتنج 76-44. الجوله الثانيه كسب المصري الاتصالات ده الماتش اللي كان على ملعبهم 85-79. الجوله الثالثه الاهلي كسب مصر اتغلب من مصر للتامين 68-78. الجوله الرابعه 71-64 على الزمالك. الجوله الخامسه الاهلي 85 كسب الجزيره 66 في ملعب الجزيره. الجوله السادسه الاهلي كسب 83 سموحه 78 ده برده على ملعبهم. والجوله السابعه الخساره من الاتحاد السكندري 185. والجوله الثامنه الاهلي كسب سبورتنج على ملعبه 82-79. كابتن سلعاوي المشوار ده كان فيه نقطتين مهمتين. اول نقطه ان احنا خسرنا مباراتين بس مباراه من الاتصالات ومباراه من الاتحاد الاسكندري لكن مباراه من التامين والاتحاد الاسكندري التامين والاتحاد الاسكندري لكن مباراه الاتحاد كانت اسواهم بالنسبه للنادي الاهلي بس احنا بعديها الحمد بعد لله قدر الاهلي المصابين يرجعوا قدرنا نقف قدرنا نكسب سبورتنج من اصعب مباراته. طب كابتن نستعرض مشوار المصريه الاتصالات. الجوله الاولى المصريه الاتصالات كانت مع الاتحاد الاسكندري كسب الاتحاد الاسكندري في اسكندريه 96-75. والجوله الثانيه المصريه الاتصالات كانت مع الاهلي خسرت من الاهلي 85 كان في ملعب المصري 79. تمام الجوله الثالثه مصريه اتصالات كسبت الزمالك 78-70. نعم الجوله الرابعه مصريه اتصالات كسبت 96-88 سموحه. الجوله الخامسه كانوا بيلعبوا مع سبورتنج كسبوا سبورتنج 69-65. الجوله السادسه مصريه اتصالات كان بيلعب مع التامين كسب التامين 78-64. الجوله السابعه مصريات صلاة كانت مع الجزيرة خسر من الجزيرة بفارق باسكت 77-75. الجولة الأخيرة كان مع الاتحاد السكندري قدر يكسب الاتحاد السكندري 80-75 بفارق 5 نقاط والمباراة دي كانت على أرض الاتصالات. الجميل في الموضوع أن المصرية اتصالات وكانت كسبت الجزيرة كانت هتبقى أول الدوري. كابتن كريم خلينا نروح لمواجهات الفريقين السنة دي المصرية اتصالات والنادي الأهلي بحيث إحنا نعرف برضو لعبنا بعض كم مباراه وكانت النتائج. اتفضل يا كابتن. تمام هو المواجهه الاولانيه كانت في دوري دور المجموعات في بطوله القاهره كان الاهلي كسب 69-59. بعد كده اتقابلوا في ربع نهائي دوري المرتبط الاهلي كسب 74-65. وبعد كده في ماتش كان اتلغى الاهلي كسب فيه 20-0 المصريه الاتصالات بسبب انسحابات لحالات كورونا كانت موجوده في الفريق. تمام ده كان يعني كل ما لدينا عن المباراه. يمكن حاولنا وقدرنا يعني نجيب لحضراتكم كل ما هو عن المباراه فنيا وارقام واحصائيات عشان حضراتكم تبقوا عايشين معانا. خلينا نطلع لفاصل وبعد الفاصل نروح لصاله الامير عبد الله الفيصل ومعلقنا الدكتور وائل ابو العزم لنقل احداث مباراه كره السله الاهلي والمصري اتصالات في ثاني مباريات الدور الثاني في الدور الترتيبي لدوري السوبر لكره السله موسم 2021-2022 فالى هناك.